رح نتعرف على متلازمة المبيض متعدد الكيسات، هي الحالة الهرمونية الشائعة يلي بتصيب النساء بسن الإنجاب، وعادة ما بتبلش بسن المراهقة، والأعراض أكيد بتختلف مع مرور الوقت وبتختلف من سيدة لأخرى، لكن اليوم يمكن أكثر من 100 مليون امرأة مصابة بهيدي المتلازمة، فيمكن نسبة كثير كبيرة. أكيد يا هادي، مثل ما قلتي هذا الموضوع بهم نسبة جدا كبيرة من النساء. عم نحكي اليوم عن حالة ممكن تؤدي إذا ما كان في مراقبة، ما كان في علاج بالوقت المناسب لتأخر الإنجاب، وبعض الحالات للعقم. هنروح لنحكي أكثر عن هي الحالة، أسبابها، أعراضها، وهل اليوم الوقاية منها هي كفيلة لحتى السيدة تبعد عن هي الحالة. معلومات جدا مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الدكتورة سارة جنيات، أخصائية أمراض نسائية وجراحتها. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك دكتورة. المشاهدين أهلا وسهلا فيك. بداية عم نحكي موضوع كتير مهم، ويمكن بوقت الحالي نسبة كبيرة من السيدات والصبايا بتعاني من تكيس المبايض، ولكن يمكن هو بيفرق عن المبيض متعدد الكيسات. خلينا يمكن نوضح الفرق بيناتهم، لأنه كتير اليوم بيكون في خلط. خلينا نتعرف أول شيء على متلازمة المبيض متعدد الكيسات، نحن شو نقصد فيه؟ هلا المتلازمة المبيض متعدد الكيسات هي متلازمة، فهي اجتماع عن كذا عرض بنفس الحالة المريضة، فهي عبارة عن اضطراب هرموني شائع مثل ما حكيتي انه بيصيب النساء بسن النشاط التناسلي، نسبته تقريبا 4 إلى 10%. وهي المتلازمة هي عبارة عن تشكل مثل كيسات صغيرة عن المبيض تاخذ مظهر عقد اللولو مع علامات فرط اندروجين تمام وقلة الإباضة. طيب دكتورة، كثير بنسمع معلومات شائعة بين النساء، يعني ممكن صبية تقول لك أنا أمي كانت هيك، أنا حدا بعيلتي أكثر من حالي، فأنا اليوم معرضة لهي الإصابة. هل اليوم هي الحالة هي سبب عم بيكون الوراثة، ممكن تروح لي الوراثة؟ خلينا نحكي للأسباب بشكل عام، ونحن اليوم عم نحكي عن خلل هرموني يعني. صح. هلا للاسف انه متلازمه مبيض متعدد الكيسات هي مجهوله السبب، ولكن انه العوامل الوراثيه مثل ما حكيت انه في مورثات متهمه بحدوث انه هي المتلازمه، وفي عوامل ثانيه يعني بتعمل فلاش للمتلازمه وبتحفز انه تصير المتلازمه عند الصبيه. منها مقاومه الانسولين، لانه بترفع من مستوى هرمونات، بتعمل فرط اندروجين عند المريضه. عوامل ثانيه مثل زياده الوزن، التغذيه الغير سليمه، الستريس ممكن تعمل اضطراب، ما هي اضطراب هرموني، ففي عندنا خلل بالهرمونات ممكن تكون على مستوى المبيضين او على مستوى محور الوطاء النخامي او على مستوى الكذرين. ففي اسباب كثير انه متهمه بهذا الشيء. بما انه عم نحكي على الاسباب، حتى كمان بنسمع كثير انه ممكن تكون اسبابه مجهوله، مو معروفه شو السبب. هون بيكون ممكن نقدر نشخص الحاله. هلا انه نحن لنشخص الحاله في معيارين، بتتحقق معيارين من اصل ثلاثه لنشخص المتلازمه، ولكن هي اجمالا انه مجهوله السبب. من الاعراض هلا مثل ما حكينا انه بتتفاوت من مريضه لثانيه، يعني في فتيات انه بيجوا باعراض غير واضحه بالبدايه، مع الوقت بتتطور الاعراض توضح بشكل اكبر، وفي فتيات بيجونا باعراض واضحه بالمراحل الباكره. طيب كونك ذكرتي حضرتك الاعراض، خلينا نروح للاعراض اللي ممكن من خلالها يعني تعرفي انه هاي الصبيه عندها هاي الحاله. قلتي في اعراض ممكن ما تكون ظاهره، يكون حاله مستمره او الى وقت كثير طويل، ولكن بدون اعراض كثير واضحه. خلينا هيك نفصل ونعطي اعراض للصبايا لكن حدا اليوم عم شوفنا. هلا من اهم الاعراض يلي بتعمل هاي المتلازمه عندنا مثل اضطراب البيريود يلي هي الدوره الشهريه، فممكن يصير في عندنا تباعد بالبيريود لفترات طويله، او ممكن تاخر الطمس، او ممكن انه انقطاع الطمس. والعرض الثاني ممكن يصير في عندها حب شباب، زياده بحدد حب الشباب بسبب انه فرط الاندروجينات يلي هي عوامل هرمونات ذكريه. وكمان ممكن بسبب انه البداني بصير عندها، وبداني جذعيه يعني بتكون بمنطقه الجذع، وزياده الوزن، وممكن انه تعمل يصير في عندها خشونه الصوت، ممكن صلع نمط ذكري، ممكن شواك اسود. كل هاي الاسباب يعني كل هاي الاعراض
وراء انه فرط الاندروجينات عندها. يعني ذكرتي اعراض كثيره وممكن فعلا كثير من الصبايا او السيدات ما تكون واعيه لخطوره هذا العارض في حال تم الاهمال اليوم بموضوع هي العوارض. شو ممكن يصير اليوم عند المراه؟ هلا ممكن يصير في عندها مضاعفات يعني على المدى انه على المدى القريب والمدى البعيد. هلا على المدى القريب ممكن يصير عندها مثل ما حكينا حب شباب بداني، ممكن يصير عندها تاخر بالانجاب، وهو يعني معظم انه المرضى العقم ممكن يكون عندهم بي سي او. بينما على المدى البعيد ممكن تعمل انه داء سكري من نمط ثاني، ممكن تعمل امراض قلبيه وعائيه، ممكن تعمل حتى مشاكل نفسيه للفتاه يعني بسبب انه هي الحب الشباب والشعرانيه. صحيح. عندها دكتورة، هل صحيح انه ممكن تؤدي لسكتات دماغية يعني حسب المعلومات الطبية الشائعة؟ ممكن بسبب انه مثل ما حكينا انه لانه مؤهبة لداء سكري ومتلازمة استقلالية. طيب قامت اليوم ممكن الصبية تصل لمرحلة انه هي صار عندها عقم بسبب هي الحالة، هل اليوم الإهمال ممكن يصل لهي المرحلة أو عدم اكتشاف الحالة من أولها؟ هلا مثل ما حكينا هو حلقه المتلازمه المبيض متعدد الكيسات هي حلقه معيبه، فكل ما نحن شخصناها ببدايتها لانه هي درجات يعني، فنحن ممكن نحصل على علاج افضل، وانه اكيد في علاج يعني مو انه. طيب خلينا بما انك ذكرتي دكتوره موضوع العلاج نبلش نتعرف كيف عم تكون رحله العلاج. نحن ممكن نبلش هذا العلاج بشكل بسيط من خلال ادويه معينه ام لا نحن ممكن بحاجه فورا للعلاج الجراحي؟ خبرينا اكثر عن طرق العلاج الموجوده اليوم لحتى نعالج هي المشكله. هلا حسن الحظ انه العلاج هي المتلازم الخط الاول لعلاج البي سي او هو العلاج المحافظ يلي هو عباره عن كسر الحلقه المعيبه يلي عم تعمل متلازمه البي سي او من خلال اتباع هيلثي لايف ستايل، يعني من خلال ممارسه الرياضه، ممكن انه انقاص الوزن، يعني انقاص الوزن نسبه 5% ممكن كثير يحسن من الاعراض يلي عم تعاني منها الفتاه، ومن خلال انه كمان اتباع حميه منخفضة الكربوهيدرات منشان انه نقلل من مقاومة الانسولين. وبنجي للخط الثاني لعلاج انه هرموني، فممكن انه بالعلاج بالمشاركة بالادوية بحال فشل العلاج المحافظ، بس هو العلاج المحافظ هو مشارك بكل المراحل العلاج وممكن كثير انه يوقي من النكس هي المتلازمة. وممكن انه نلجا للتنظير لتثقيب المبيضين منشان لعلاج حالات العقم او الحالات الثانيه. طيب دكتوره ايمت اليوم طبيا حضرتك وكل الاطباء بيضطروا او بيروحوا للتنظير والجراحه؟ يعني اليوم شو بتكون تصنيف الحاله؟ هلا هي بالحالات انه العقم، يعني عرفتي ممكن بحالات العقم ممكن ان احنا نضطر انه لا اذا السيده بدها انه مشان الانجاب ومشاكل الانجاب فاذا نحلها واصله لمرحله العقم الصبيه ايه، فنحن ممكن انه نتدخل بتثقيب المبيضين. شو نتائجها بتكون بعد العمليه؟ هلا النتائج هي متفاوته، يعني عرفتي انه متفاوته من مريضه لثانيه حسب الاستجابه، ولكن انه في نسبه ممكن يصير في حمل عند الصبيه. ممكن ممكن يعني هو التنظير هو استقصائي وعلاجي بنفس الوقت، يعني بنفوت بالتنظير منشان نكشف سبب العقم، ممكن انه يكون السبب مو هو بس بي سي او، فنحن استقصائي وعلاجي بيكون بنفس الوقت. معناته هو العقم مؤقت خلينا نقول بهي الحاله، هو وليس انه هو متلازمه مثل ما حكينا، انه قد ما نحن بنحافظ على هيلثي لايف ستايل قد ما انه المريضه بتستفاد اكثر. تمام. ذكرتي نحن لازم نحافظ اليوم على نمط حياة وأسلوب حياة وتحديدا يمكن النظام الغذائي، خلينا نحكي عنه ونوضح أهميته اليوم قد ايه بتساهم أكيد بنحن نتخلص من هي المشكلة أو نحد منها نوعا ما، لأنه بتلاقي أغلبنا بيعتمد على نظام أغذية ما هو متوازن أبدا، ما عم نقدر يمكن الأغلبية ياخذوا البروتينات الكافية، عم يعتمدوا أكثر على الهرمونات. خلينا نوضح اليوم النظام الغذائي، نحن يمكن ما لازم نحرم حالنا بس على الأقل نعمل حمية ونبعد عن اي شيء ممكن يزعج عن السكاكر اكثر شيء، الحميه بتكون منخفضه الكربوهيدرات، بنلجا للتناول الاطعمه اللي فيها سكريات احاديه بسيطه سهل استقلابها، بس بتكون كثير بتطلب السكر بهذا الوقت والحلويات، فنحن ممكن نعمل هون حميه ولا طبعاً. لا خلص نمتنع على الاكيد؟ لا مو انه امتناع، لانه في بالنهايه في حاجه يوميه بيتطلبها الجسم
منشان يقوم بوظائفه. فنحن لازم انه الحمية تكون منخفضة الكربوهيدرات، واكيد لازم انه يكون نمط الغذاء متوازن، يعني فيه جميع العناصر الغذائية اللازمة، بس نحن بنأكد انه على انه منخفضة الكربوهيدرات منشان نقلل من مقاومة الانسولين. طيب دكتورة، اليوم الصبية وقت اللي بتجي لعندك وبتبلشي تشخصي الحالة وتحددي اليوم نوعها، هل هي يعني خلينا نقول ببدايتها هل هي إلى فترة منيحة، يعني بتبلشي بالعلاج وخلينا نقول إنه الصبية عدت مرحلة العلاج وراحت للشفاء، فيما بعد هل هاي الصبية مفروض تبقى عم تراقب وضعها؟ هل لازم يكون في تشييك دوري عند حضرتك عند الطبيب لحتى تتأكد إنه ما بقى عم يرجعوا، لأنه هي ممكن في حال ترجع فيما بعد؟ ممكن انه تنقص مثل ما قلت لك، انه اذا ما التزمت بالنمط الحياه الصحي. كل قد ايه لازم يكون في يعني كل زياره؟ 6 شهور لسنه، انه اذا ما في اعراض، يعني في اعراض سواء كان في اعراض او ما في اعراض، انه لازم تعمل تشيك اب انه كل 6 شهور. بنرجع لنفس العلاج او ممكن العلاج المحافظ لازم انه دائما، يعني انه ما في اليوم الصبيه يعني بسبب مشاغل الحياه والضغط اليوم ما كثير عم يصير في تقييد، يعني ان كان لازم بالنظام الغذائي، كان بالامتناع عن الحلويات اللي عم تحكي عليها. تمام. في فوضى غذائيه كثير صعبه، صرنا نشوف اليوم صبايا يعني بتطلعي بتهيئتهم بتلاقي مش شعرانين زياده عن اللزوم. صحيح. يعني وهي مثل ما ذكرتي حضرتك احد اسباب الشعرانيه يعني. فهي المتابعه لازم يكون في تعاون يعني بين الطبيب والمريضه، بحيث انه تتابع بشكل دوري عن طبيبه وتلتزم بالوصفه. يعني في مرضى نحن بنكتب لهم وصفه ما بياخذوها شهر، يعني مثلا كورس العلاج 3 شهور هي بتاخذها انه مثل انه بتفكر مثل سيتامول او شيء يعني، فبتاخذ انه لشهر وبتوقف، فهيك هي ما رح تحصل على نتائج. فالعلاج لازم يكون انه المريضه تلتزم بالعلاج الوصفي اللي كتب لها اياها الدكتور مع المتابعه الدوريه عنده. طيب في حال اذا نركز على العلاج الدوائي، هي الادويه ممكن يكون لها اثار جانبيه ضاره على صحه المراه؟ في حال كان هي المراه عندها امراض مزمنه معينه ممكن تاثر عليه ام لا هي ما بتاثر؟ لا هي نسبيا انه امنه يعني الادويه، بالعكس تماما، يعني وجود المتلازمه ممكن هو يعمل لها المضاعفات اللي تضرها، يعني مو انه العلاج بحد نفسه. هو كلمه ادويه هرمونيه ممكن يكون مصطلح مخيف للصبايا، انه انا اليوم بدي اخذ ادويه هرمون راح يدخل على جسمي. احنا اليوم ما في يمكن هي الثقافه الطبيه عند كل حدا فينا لنعرف اليوم تكوين هذه الادويه ممكن شو يعمل تاثير، لذلك خلينا هيك نطمن الصبايا اليوم انه هدول الادويه الهرمونيه هي ادويه مؤقته، رحله علاج راح تمضي. صحيح. تمضي يعني. هلا هي الادويه الهرمونيه نحن ما عم ندخل هرمونات جديده، هي الهرمونات بالاساس موجوده عندها، بس انه من مصدر خارجي منشان تنظم الخلل الهرموني عندها. يعني مثل ما حكيت انه هي في عندها خلل بتوازن الهرمونات، فهي الهدف من هي الادويه انه منشان نحن ننظم البيريود عندها، ننظم هي الهرمونات منشان انه الاعراض تخف يعني. طيب خلال حديثنا كنا عم نقول انه السيدات او الصبايا البدينات هنن اكثر يمكن عرضه الاصابه بهي المتلازمه، طيب نحن ممكن نشوف كمان صبايا نحيلات كمان عم بيعانوا من هي المشكله ام مو شرط؟ خلينا نوضح هذا الموضوع. هلا ممكن انه نشوفها موجوده عندها. كمان موجوده عند، بس ولكن بنسبه اكبر عند البدينات. عند البدينات بيكون بنسبه اكبر من الاشخاص النحيفات. طيب دكتوره، دائما في خلينا نقول معلومات مغلوطه بين الناس، قصص متداوله، يعني اذا بدنا نرجع دائما للمصادر الطبيعيه، اليوم بجوز يعني حدا يقول انه بعض المشروبات ممكن تخفف من هاي القصه او تمنع هاي القصه، هل هذا الشيء صح او لا؟ لا ما يعني ما في انه شيء علمي يعني الصراحه، يعني انه بطب الاعشاب وهالقصص، فكثير بيجونا مرضى بيراجعونا انه اذا شربنا هيك ممكن تخفف الاعراض، هلا ما في شيء علمي يعني نحن بس هي بنستعمله بالجايد لاين، يعني دليل انه اليوم مرضاكي عم يحكوا بنفس الفكره. يعني طيب احنا يمكن قلنا انه في فرق اليوم بين مبيض متعدد كيسات وتكيس المبايض اللي عم نشوفه بشكل كثير كبير، في الاعراض نوضح بيناتهم الفرق بين هذا العارض وهذا العارض، مشاكلهم او طرق العلاج، خلينا نوضح اكثر لانه يمكن اليوم ما في وعي بهذا الموضوع، ما عم نعرف يمكن نفرق اذا معنى هيك او معنى هيك. هلا مثل ما حكيت انه المتلازمه هي عباره عن تواجد معيارين من اصل 3، بينما الكيسات ممكن الاعراض تكون متشابهه ولكن الفرق هو بالتصوير الايكو، يعني الاعراض اللي بتعاني منها السيده ممكن انها تكون متشابهه، يعني الاعراض الكيسات عند المبيض
عند السيدة ممكن تعمل لها عقم، ممكن تعمل لها شعراني، ممكن تعمل لها بداني، نفس الأعراض تماما، ولكن هو التسويق الإيكو هو المفرق بيناتهم. وعدا عن ذلك إنه المتلازمة هي اجتماع كذا معيار بنفس السيدة تمام. فالكيسات المبيض يعني ممكن تكون كيسة وحدة إنه رائقة بنشوف نحن مواصفاتها، بينما المبيض متعدد الكيسات، المبيض بياخذ شكل أكثر من 12 كيسة صغيرة على المبيض تاخذ شكل مظهر عقد اللؤلؤ، بينما الكيسات المبيض ممكن تكون وحدة أو تنتين، يعني علاجها أخف وأسرع وأبسط. هلا ممكن الكيسات المبيض إنه نضطر لجراحة، يعني إذا كان فيها يعني محتواها عكر، أو إذا كانت عم تعمل ألم عند المريضة، تهديد بانفتال مبيض، فممكن إنه طريقة العلاج الدوائي نفسها، ولكن ممكن إنه نحن نلجأ للجراحة أكثر بالكيسات المبيض. طيب دكتورة، في حالات إذا كانت صبية مصابة بهي الحالة يصير عندها حمل في بعض الحالات؟ هلا الكيسات المبيض والمتلازمة البي سي او انه ممكن يصير عندها حمل، ولكن بالنهاية ممكن تخف اليوم من الإجهاض بسبب هي الحالة او لا؟ هلا ممكن يعني صراحة بس انه مثل ما حكيت انه بوجود المتلازمة المبيض متعدد الكيسات او كيسات المبيض بتقلل من فرص الحمل، ولكن يعني هي مو مثل اليوم ممكن يعني ما فينا ننفي، لا ما فينا ننفي الحمل يعني بس طيب. ممكن بتخاف شوي السيدة لأنه بيقلل فرصة الحمل عندها، يعني مثلا السيدة الطبيعية 25% ممكن يصير عندها نسبة حمل إذا كان جماع منتظم، بينما عند السيدة المتلازمة بي سي او بيكون فرصة الحمل بتكون أقل عندها. يمكن هذا أكثر شيء اليوم بهم السيدات والصبايا موضوع الإنجاب. طيب نحن ذكرنا أنه هي الحالة الهرمونية عم تبلش يمكن بمرحلة المراهقة من عمر صغير، طيب ليش نحن عم نشوفها من عمر صغير؟ شو الأسباب اللي عم تكون موجودة عند هدول الصبايا لحتى عم تتشكل عندهم هي المشكلة؟ هلا حسب مثل ما قلت لك المستويات الهرمونيه عندها، يعني في سيدات بيكون عندهم تبدا الاعراض بعمر، يعني هي اجمالا بتصير هي المتلازمه بسن النشاط التناسلي تمام. فحسب نمط الحياه، قيمه نمط الحياه وقيمه التحاليل الهرمونيه كلها هي بتتدخل وبتسرع، مثل ما قلت لك انه لما يكون نمط الحياه غير صحي هذا الشيء بيعمل فلاش للمتلازمه يعني ابكر. صح، يكون بيئة يعني مهيئة لحد بتهيئ يعني انه تظهر الاعراض اكثر. طيب خلينا دكتورة، يعني ذكرتي من خلال حديثك كثير من النصائح وطرق الوقاية، اذا هيك بدنا نلخصهم بعناوين اليوم لعنوان الفقرة، يعني اليوم شو اهم النصائح بتوجهي فيها للصبايا وطرق الوقاية؟ خلينا نذكر فيها. هلا من النصائح اللي بوجهها هي اهم شيء مثل برجع باكد انه الهيلثي لايف ستايل، يعني من خلال ممارسه الرياضه، الحفاظ على الوزن الطبيعي، انقاص الوزن اذا في عندي بداني، التغذيه السليمه، وكمان ممكن انه التحكم بمستويات الانسولين، يعني اذا مريضه عندها سكر عندها تتحكم بمستويات السكر الدم عندها، واكيد انه المتابعه مع الدوري مع الطبيب والالتزام بالوصفه اللي بيحطها الطبيب، وكمان الدعم النفسي، كمان الدعم النفسي كثير لازم ناكد عليه، لانه كثير في فتيات يعني بيعانوا، بيصير عندهم اكتئاب، بيصير عندهم قلق من هي الاعراض، فنحن لازم ندعمهم نفسيا كمان. صحيح، هي بحاجه لكثير من الدعم النفسي اليوم، لانه عم تعيش بحاله كبيره يمكن من الاكتئاب والقلق خلال هي المرحله. طيب اليوم المبيض متعدد الكيسات في له انواع، في له درجات ان كان خفيف او متوسط او شديد، خلينا نوضح اذا في انواع. هلا انه مو انه انواع، درجات يعني خفيفه متوسطه شديده، فهي الدرجات تختلف من 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 سيده لسيده حسب الاعراض حسب التحاليل حسب. شو اكثر شيء شائع عم بتلاحظيه اليوم عم بيراجعوا كيف في صبايا او سيدات؟ هلا الشعرانية اكثر، يعني اكثر شيء انه مثل مرضى البي سي او عم يراجعوني بشعرانية اكثر شيء، وحب الشباب. طيب دكتورة ذكرتي ناحية جدا مهمة وهي الحالة النفسية، اليوم بالخطة الدوائية عم يدخل حبوب تنظيم الحمل ضمن العلاج؟ اليوم في عنا صبايا غير متزوجات واليوم ممكن بخافوا من هاي النقطة، اليوم هل في تأثير سلبي فيما بعد لإلها؟ هلا نحن بنحط الصبايا على كورس علاج، انه مو انه بشكل دائم انت تاخده، بس لنطالعها من هي الحلقه المعيبه اللي عم تعيش فيها، يعني انا ما بنحط المريضه على موانع حمل او هي الادويه الهرمونيه خلال انه مدى الحياه، لا ما في شيء هيك اسمه، نحن بنحطها مثلا كورس 3 شهور ممكن جددوا ل6 شهور، بنطالعها من الحاله اللي هي فيها، وبعدين من
بننصحها بانه تتبع الهيلثي لايف ستايل يعني. تمام، بالختام بنشكرك كثير الدكتوره ساره جنيات، اختصاصيه امراض نسائيه وجراحتها. شكرا لك دكتوره ولكل المعلومات والنصائح الطبيه اللي قدمتيها. اهلا وسهلا فيك.